سيداتي سادتي أعزائي المشاهدين، ألف مرحبا ومرحبا بكم في العقارات الرائعة وفي العروض العقارية المتميزة مع طارق وفي قناتكم أفائل. جيب لكم اليوم واحد النموذج رائع من العقارات اللي كيبغيها تقريبا الجميع، أصبح يفضل هذا النوع من العقار بالضبط، ألا وهو كنظني لو وريته لكم هنا غادي تعرفوه كاملين، ألا وهو دوبلكس. ودوبلكس اللي بواحد الفينيسيون اللي جات رائعه، كما كتشوفوا معايا شوفوا معايا غير المدخل فقط العقار كي داير، شي حاجه ممتازه. والمدينه اللي كانت واجد فيها كتشهد واحد المنافسه، منافسه اللي هي كبيره، منافسه شرسه، وما كتصب الا في اتجاه الناس اللي كيبغيو يقتنوا عقارات. هذه كنعاودها، راه هذا حاجه مزيانه، الناس اللي باغات تشري عقار انها راه غادي تشري، كون على يقين انكم غادي تاخذوا احسن ما كاين في السوق، نقدر نقول الصعيد المغربي. اليوم كنتواجد بكم اعزائي المشاهدين في مدينه الفينيسيون، في مدينه العقارات الرائعه والنموذجيه الا وهي مدينه مكناس. ومن مدينه مكناس كنقدم لكم التحيه والسلام، كنقول لكم معكم طارق، وتا نتوما كان عندكم شي عقار فالف مرحبا ومرحبا من اجل العمل على بيعه. هانتوما كما كتشوفوا معايا المدخل ديال العماره هو هذا، هاد العماره اللي كنتواجد فيها راه فيها اربعه ديال الطوابق، كاين فيها المصعد، المرآب ديال السياج، وكاين الدار ديال الكونسييرج اللي كتكون ديال اتحاد ملاكين العماره. المدخل كله بلابياج، كله مخلف من الفوق. شنو كنعني مخلف؟ هي هاد الكادر هذا، الا لاحظتوه معايا راه كاين حتى الفوق فين كاين هذاك البيضا، ها مرة كاين جوج ديال الدوبلكسات، كاين هذا وكاين هذا على هاد الناحيه هذه. اول حاجه اللي كنشوفو واللي كتشوف العين ديالنا هي الباب، باب بلاندي ببان مقاومه للكسر. حنا داخلين كنشوفو الطريجاس اللي غادي يطلعنا للطبق العلوي، اما بالنسبه للطبق الاول هو اللي غادي نقوم بالوصف والشرح ديالو. اذا على بركه الله غادي نقوم بالوصف ديال هاد العقار بدقه، وكل حاجه غادي نوقفو عندها شويه بشويه. مي قبل ما غادي ندوز اني نوصف العقار ونقول لكم المساحه والثمن ديالو، كنبغي ناكد عليه هي الفينيسيون اللي دار هذا الشاب، مقاول اللي هو شاب، فينيسيون اللي مضبوطه، فينيسيون اللي كل حاجه محطوطه في البريصه ديالها. وكنتمنوا ان زعما جميع العقارات ندخلوا نلقاو فيهم لمسه اللي كتميز كل مقاول، والحمد لله هادشي راه بدينا كنشوفوه في العقارات اللي كنقوم بالتصوير ديالهم. مثلا شوف معايا غير هاد لينيش كيفاش جاو، كيفاش عطاو للصالون واحد الرونق، واحد الجماليه اللي كتختلف على باقي العقارات، كتميز هذا العقار على عقارات وحدين اخرين. المساحه اللي عندي في هذا العقار ديال 130 متر مربع، ولكن المساحه الاجماليه راه ربما تكون كبر، لانه انا كنتسارى فيه كتحس بان راه فيه شي 160 ولا اكثر، لان بصح كاينه المساحه وانت كتحرك وكتحرك وانت مرتاح في هذا العقار هذا. بالنسبه للدريجات ديالنا اللي جاو في المدخل، كما شفتوا معايا المدخل عندي هو هذا ديال العقار، الدريجات جاو قدامك، وجاء المطبخ كذلك، المطبخ عندنا ومطبخ اللي هو جاهز من المطابخ والنوعيه ديال المطابخ جديده. وهذا المطبخ علاش قلت فيه جاهز؟ لان عنده لا بلاك ديالو ولا هوت ديالو، الفور ديالو كاينين معطيين، والبلاصه فين دير الثلاجه ديالك من الحجم الكبير كاين. يبلاكس اللي كان فيه واحد التناسق حتى في الالوان اللي تبحال، مثلا كنقصد التناسق مثلا في الزليج مع الرخام مع الالومنيوم، ومع كذلك حتى داك الباندات اللي داروا هنا كنقصد هادو ديال الكوزينه جاو متوالمين مع مثلا النوع ديال الزلاج اللي تحت هنا. دوبلكس اللي قليل بحالو، صدقوني انا دابا كندور كنقلب لكم كل نهار كنجيب لكم عقار جديد بحال هاد النوعيه هادي. بالنسبه لينا دابا ما عندناش، عندنا تقريبا في العروض اللي كنقدموا من ناحيه ديال الدوبلكس من ناحيه ديال هاد العرض، ف تقريبا من العروض القليله والقليله بزاف عندنا هذا المبل. هذا جاي في الدخله، كنتواجد كما قلت لكم دابا عاد بمدينه مكناس، وبالضبط بواحد الحي اللي اكتسب واحد الشهره، وشهره اللي هي كبيره، الا وهو حي كابينيه. الشهره اللي اكتسبها من ناحيه ديال العقارات اللي فيه، عقارات فيه بجوده اللي هي كبيره وجوده اللي ونزيدو حتى الثمن المنافس. اذا مثلا بالنسبه لهذا الحي هذا اللي سميتو كاميليا، فيه مثلا شقق اللي بغى يشري الصغير اللي بغى يشري الكبير، والاكثر اغلب العقارات ديالو كيتميزوا بواحد الفينيسيون اللي هي ممتازه. كما كتشوفوا معايا دابا دخلت لاكور ديال هاد دوبلكس، فيه لاكور ديالو، ومازال عاد غادي نكتشفوا الغرف غرفه بغرفه. شفنا الصالون، شفنا المطبخ، شفنا واحد لاكور ولا كنشوفوا دابا لاكور، غادي نتقدم بكم وشفنا واحد الحمام.
شوفوا معايا الغرفه اللي مازال محطوط فيها مثلا محطوط فيها كل ما هو ماتيريال ديال هاد الناس باش كيخدموا. ما كتجي التصوير كيكون صعيب. دابا غادي نطلع بكم الطابق الفوقاني ولا الطابق العلوي ديال هاد الدوبلكس باش نشوفوا شنو كاين هنا وشنو مازال مخبي علينا هنايا هاد المطاول الشاب. اذا سيداتي سادتي كنجدد الترحاب بكم اينما كنتم داخل وخارج المغرب. كنقول لكم ما تنساوش الضغط انتم على الزر ديال الاعجاب والاشتراك. هاد الحوايج اللي كيحفزوني باش انا نجيب لكم اجمل واجود العروض العقاريه المتواجده في السوق وفي السوق بالضبط بمدينه مكناس. بالنسبه للناس اللي كيتسناو باش يسمعوا الثمن ديال هذا العقار، الثمن هو 780000 درهم، كنهضر على 78 مليون. عندي دوبلكس اللي فيه مساحه ديال 130 متر مربع ولكن كنظن انها اكثر، لان كما شفتوا معايا لتحت صورت لكم صالون كبير وصورت لكم مطبخ وصورت لكم واحد لاكو اللي كانت كبيره وغرفه. اما بالنسبه للطابق العلوي اللي هو اللي كنتواجد فيه دابا كما كتشوفوا معايا، فيه اول حاجه هو صالون، صالون اللي كبير ماشي صالون صغير، وتب الديكورات اللي هي ناسخه الالوان اللي حافظ عليها هذا المقاول، يعني الالوان البهجه، الالوان البيضاء، اللون البيض والجري. دي غرفه هنا دي الغرفه رقم 2 اللي نشفنا، الغرفه رقم 1 كاينه في الطبق الارضي، واللي إشارة ولا باش نعاود هذه المعلومه، هذه راها عماره اللي فيها 4 طوابق. فاش كتاخذ مثلا بحال هذا العقار هذا راه كتدي معاه الامكانيه ديال استغلال الملك المشترك، الا وهو المصعد، مرآب ديال السيارات، الدار اللي كتكون الدار ديال الكونسييرج كيكون عندك الحق، وكذلك الصح، هادو كاملاك مشتركه. عندي غرفه اخرى هنايا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هاد العقار كما نال الاعجاب ديالنا حنا. الى بالضبط كان فيه كلشي متقور، فيه 4 ديال الغرف. هذه الغرفه ديال الوالدين، غرفه الوالدين، شوف الديكورات اللي داروا فيها، كل غرفه كتنسك في الغرفه الاخرى بالديكورات اللي كانوا متقونين، كل حاجه في بليصه ديالها محطوطه. غرفه عندك الايحاءات بان بحال اللي راه كتقول شي بونج ولا شي جلد. هاد الديكورات اللي دايرين، بلاكارات اللي هما واجدين عامرين بالمجوره ديالهم، هذا الشيء اللي هو مهم، راه فيهم مجوره ماشي غير طبيقات فقط. وفيها شيء اخر الا وهو الحمام ديال هذه الغرفه، هذه بثمن ديال 780000 درهم، ولا ربما يكون هناك شيء ما من النقاش ومن التفاوض. كنتمنى زعما من القلب الكبير انه هذا العقار يكون من نصيب ديال احد المشاهدين، لذلك اطلب منكم مثلا مشاركه ولا هديه لهذا الفيديو ديال هذا العقار مع الناس، مع الاهل، مع الاحباب، مع الاصدقاء اللي باغيين وبصح كتعرفهم تيقلبوا باش يشريوا العقار. لان بصح نبغيو ان الانسان من هذه القناه هذه يستافد، يمشي يعرف هذه العروض الشيقه اللي كنقدم لكم، لان بصح ماشي عروض اللي سهل باش تلقاهم، راه كنكدوا وكنتعبوا طوال النهار باش اننا نجيب لكم عروض اللي بصح كتنال الاعجاب ديالكم، ونزولا كتكون نزولا عند الطلب، كتلبي الحاجيه اللي كطلبوا ليا. كنقول لكم اعزائي المشاهدين دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في عقارات مقبله ان شاء الله عما قريب مع طارق.